سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. أيضا برحب بأخواتي فرحة ومارينا. أهلا بيك يا فرحة. أهلا بيك يا أماني، وأهلا بيك يا مارينا. أهلا بيك يا مارينا، عاملة إيه النهاردة؟ أهلا بيك يا أماني وفرحة وكل المشاهدين، نشكر ربنا. رحب بيكو حبايبي. لكن النهاردة يعني بالنيابة عن فريق البرنامج وعن قناة الحياة، احنا بنقدم تعازينا لكل عيلة في مصر فقدت غالي وجزء منها بسبب الأحداث في الأسبوع الماضي، من أحداث الخصوص للهجوم المدبر والمرتب بدقة على الكاتدرائية في العباسية. احنا بنصلي انه تكون محبة المسيح وقربه وتعزياته وسلامه في قلوبكم جميعا. خلينا دقيقة واحدة، خلينا بس يعني نقدم كلمة تعزية الأول قبل ما أدخل في الكلمة والمشاهد اللي هنشوفها بعد كده. احنا بنصلي ان الله يعزي قلوبكم وسلامه يكون في قلوبكم، واثقين ان احنا لينا رجاء القيامة معاه. انا ما عنديش من الكلمات ما يعزي قلوبكم ولا يعزي قلب أم فقدت ضناها، لكن أقدر أقولك إنه كلمة من الكتاب المقدس قالها الله ليكي، بيقولك إنه إن نسيت الأم رضعها أنا لا أنساكم. تعرفي ده معناه إنه ابنك اللي راح من حضنك النهاردة راح لحضن أبوه، وإنه في نفس الوقت الله مش ناسيكي أنت كمان، أنت كمان الله مش ناسي قلبك وتعبك وألمك اليوم. الله يعزي قلوبكم برجاء القيامة، يعني يكون لنا رجاء ان احنا نحيا نحن في المسيح، وايضا نلتقي بمن نحب معه ايضا. الرحلة مش طويلة على فكرة دلوقتي، لكن هيكون لنا بعد كده في الحياة الابدية حياة في رضاه كما يقول الكتاب. حابة انوه بس في الاول انه حلقة النهاردة هتكون استكمال لحد السرقة. احنا مش هنقف، هنكمل المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها، وهنكمل ان احنا نظهر حقيقة العدو وحقيقة الشيطان وخططه في حياة اخواتنا المسلمين. ولكن هنتوقف قليلا عند الاحداث بتاعة الاسبوع الماضي، ونقدم بعض تعليقاتنا المهمة اللي ربنا حطها على قلوبنا النهاردة نشاركها معاكم كجزء من الجسد. أنا شخصيا يعني هقول مشاعري فرحة ومارينا واللي الرب حط على قلبي، وطبعا المجال مفتوح لكم. لكن نقطة مهمة الأول حبيت أقولها، أنه أنا كنت وأنا بشاهد الأحداث يوم الحد والتطورات وأمام الكاتدرائية، كان الحقيقة عندي مشاعر مختلطة من الحزن والغضب والاندهاش أيضا. قلبي انكسر وكان عندي تساؤلات. قعدت أسأل الرب وأنا بصلي من أجل سلامة الناس. لاحظت أن أنا فكري راح في اتجاهين. الاتجاه الأول، أنا يعني الحقيقة كنت بصلي من أجل إخواتي اللي داخل الكنيسة، دول إخواتي، ناس مكلومة مظلومة مضطهدين على طول الخط، رايحين يتجهوا لله في ظلمهم ومصيبتهم كالعادة. خلي بالكم، عادة مؤمنين مصر إنهم يروحوا يتجهوا لله في المصيبة. لكن أيضا كان قلبي متجه لإخواتي اللي بره الكنيسة، هم المعتدين، دول إخواتي مصريين مسلمين إخواتي. حصل لهم إيه؟ كنت بسأل ربنا حصل لهم إيه؟ ليه كل الشر؟ شوفوا، حطوا صور، ليه كل الشر اللي احنا شفناه دي؟ المشاهد دي خلتني أتساءل، مين دول؟ مش دول جيراني ولا أصحابي اللي أنا سبتهم في مصر، مش دول إخواتي اللي أنا سبتهم في مصر. إيه كم الشر الموجود على الأرض ده؟ أنا كنت مسلمة، فرحة كانت مسلمة، ومن عيلة مسلمة، لعمري ولا عمرك يا فرحة عمرنا ما شفنا في عائلاتنا عدم الرحمة والعدوان والكراهية بالشكل ده. إيه اللي حصل؟ الفكرة اللي جات لي إنه اللي حصل الحقيقة، إنه الفكر الإسلامي الحقيقي خرج للنور بحرية دلوقتي عن طريق القنوات الفضائية والشيوخ الإسلاميين اللي أمثال الحويني وأبو إسلام وغيرهم.
وانا بحط الحويني كشيخ يعني يتبع ومعتدل والناس بتحبه، وابو اسلام ممكن الناس تكون بتنتقده، لكن الحقيقة انه هؤلاء الشيوخ هم من يمثلون حقيقة التعليم الاسلامي. محدش يقول لي زي الاعلاميين المصريين اللي على كل الشاشات النهارده بيقولوا دول متطرفين وهابيين مدفوع لهم من قطر، كل الكلام الفاضي ده. انتوا لما بتقولوا الكلام ده انتوا بتضحكوا على نفسكم، وانتوا عارفين الحقيقة بكل صراحة بتضحكوا على نفسكم. انا احب اوجه نظركم انه ما ترون الان على الساحة هو الاسلام الحقيقي. هؤلاء ليسوا متأسلمين، بل هم مطبقون لحقيقة سنة محمد. لذلك نرى كل الشر ده. في فكرة مهمة، منين جه سلطان الشر ده؟ أنا عايز أديكم مثل. أوكي؟ حادثة الخصوص بدأت بإيه؟ رسم الأطفال دول رسموا الصليب المعقوف، الصليب النازي. أوكي؟ بس الفكرة بتاعت الصليب دي فكرتني، النهاردة الأسبوع ده بنتي كانت بتكتب مقال عن النازية في المدرسة. انا فكرت قلت بتكتبي مقال عن النازيه، النازيين دول كانوا يعني الالمان ناس عاديين، شعب عادي زي بقيه كل الشعوب، لكن ايه اللي خلاهم يقوموا بالاعمال العنيفه دي؟ كان عندهم تصريح من السلطه للقتل. التصريح بالقتل اداهم القانونيه ان قلبهم يتحرك مع الشر، وبعد كده قلبهم تبلد أمام الشر. خلي بالكم، الإسلام عمل نفس الحكاية. الإسلام هو رخصة الإرهاب الحقيقية. الإسلام يميت الضمير. الإسلام يقتل ضمير من يتبع تعاليمه الحقيقية، يصبح بن لادن والظواهري وغيرهم. لذلك نرى اليوم ما نرى من عنف، واللي انتوا شايفينه دول السبب في العنف الأسري، من العنف الأسري، من ضرب مراتك لعيالك إلى العنف اللي احنا بنراه في الشارع النهاردة. مين اللي ماسكين البنادق والمسدسات والسيوف وفي الشوارع؟ دول البلطجية ولا الطرف الثالث ولا الموجودين في كل الصور دول؟ مين؟ انتوا عارفينهم. هم السلطة الإسلامية الآن، هم الإخوان السلفيين، الجماعة الإسلامية الجهادية، هم مطبقون القانون الإسلامي، هم حراس الرئيس والشاطر اللي حتى لو اتمسكوا يخرجوا بعفو رئاسي وما يقعدوش في السجن 3 أشهر. هقولها تاني، الإسلام هو رخصة الإرهاب. فرحة، أنا بفتكر المثل النهاردة، الإعلان اللي كانوا دايما بيقولوه لنا على التلفزيون المصري بتاع، أنا عارفة تنظيم الأسرة ده، انظر حولك. لا حولي ولا حولك. لا حول الله على اللي بيحصل في قلوب المسلمين النهاردة. النهاردة انظر حولك، الإسلام هو رخصة الإرهاب. تعليقك يا فرح. أهلا بك يا أماني، سلام المسيح مرة تانية، سلام، شوفوا سلام المسيح الذي يملأ القلوب آمين. ويدي الحياة فرح. يعني أماني حقيقي وانتي عمالة بتتكلمي كده فكرت في حاجات كتيرة، بس الأول أقول أنا مش أنا اللي هعزي، لأن عندنا الروح المعزي هو اللي يعزي القلوب، دي نمرة واحد، وكلام المسيح هو اللي يعزي القلوب. فبقول يعني إذا كان الكلام المسيح قال إن كان العالم يبغضكم فاعلموا إنه قد أبغضني قبلكم، ده المسيح اللي قال. هيقول اخواتنا المسلمين، هيقولوا لا نحن نحب المسيح، انتم تحبون المسيح الذي رسمه القرآن لكم عيسى، ولكن نحن نتكلم عن المسيح والمسيح يتكلم عن نفسه كابن الله الذي ابغضه العالم، وانتم تبغضون لانكم تبغضون ابن الله. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، تذكرت حاجة في من سنة 72 أو 73 ابتدى الحجاب يدخل البيوت، وكنا أسرة كويسة جدا جدا ومعتدلة وناس طيبين وما لهمش دعوة غير في الصلاة والصوم والحاجات دي كلها، لغاية لما ابتدى نظام الحجاب يخش
واحنا على فكره من اوائل 72 كده في مطالع دخلنا بقى في الحجاب والكلام ده، بتتكلمي عن لان عائلتك ان بصفة ان شخصية مش كده؟ نعم يعني بتتكلمي على عيلتك برضو بصفة شخصية. الشخصيه. لكن اسرتي فوجئت، وكانت هذه المفاجاه بالنسبه لي، لما كانوا يقعدوا فجاه دخل علينا افكار عجيبه جدا امتلكت قلوب اخواتي بالكلام ضد المسيحيين، بانهم الدرجه الثانيه هم عايزين ينهبوا، هم عايزين مش عارفه ايه، هم عايزين ده واكلينها ولعه. فانا قلبي ما كانش مستريح، رغم ان انا يعني بعديها بفتره طويله انا عرفت المسيح، لكن كان قلبي مش مستريح للاسلوب ده. عارف ليه يا اماني؟ لان اولا الارض بتاعت قلبي ما كانتش خصبه للكراهيه. تاني حاجه، كنت الاسلام فيه ايه؟ عامل زي ما قلت لك، فيها زي الحاوي، تمدي ايدك تطلعي ايه، زي ما هقول زي الرئيس مرسي، تمدي ايدك تطلعي ايه، حمار، تعبان. تمدي ايدك تطلعي تعبان، وكل واحد وقلبه، ده قلبه طيب فياخد الحاجه كويسه، واللي قلبه شر ياخد الحاجه الشريره. يعني طريق الاسلام ما هوش طريق ستريت كده او مستقيم. مستقيم، مش مستقيم علشان الناس تاخد التعليم مستقيمة منه. فعشان كده احنا بنلاقي مسلمين طيبين جدا وانا بصدقهم، وبلاقي مسلمين اشرار جدا وانا بصدقهم، لانهم بيصدقوا الشر اللي عندهم. نعم. فانا عايزة اقول لهم هيهات، يعني انتوا غلابة، انا بقول للمسلمين الاشرار انتوا غلابة، انا لا الوم عليكم في حاجه، لان مش هقدر الوم واحد حرامي لما يمسك سكينه ويضرب حد او واحد قاتل. انتوا عباره عن السكينه دي اللي في ايد الشيطان، انا اكره الشيطان اللي هو بيوجهكم، ولست اكرهكم انتوا. دي نقطه. النقطه الثانيه الاخيره، يعني حضرتك قلت على موضوع النازيه، الناس ان كانوا بياخدوا الاوامر منين؟ من هتلر، يعني من الرئاسة. لكن عمرنا ما شفنا هتلر قال أنا بتكلم باسم الدين، بالعكس ده ممكن يكون الصليب المعكوف ده إهانة للصليب المسيح، طبعا طبعا معكوف يعني ملوي ومكسور كده، يعني علامة إهانة شر للمسيح. كمان. يا لكن تعالي نتفرج على السلطة اللي موجودة في مصر، محمد مرسي جاي بالإسلام، أيوه جاي يقول أنا بطبق الإسلام، فهو بيطبق الإسلام يعني اللي هو يعتقد بيه، اللي هو اللي قلبه مريض، اللي واخد الآيات والأمور الغلط الموجودة في الإسلام وبيطبقها. الشعب يا عيني الغلبان ماشي وراه وفاكره إن هو ده كلام الله، ودي الخطورة. شكرا يا ماني. نقطة مهمة في اللي حضرتك قلتي انت، يعني اما الاسلام ابتدى يدخل، او التعليم الاسلامي، الفكر الاسلامي ابتدى يدخل في السبعينات ويتغلغل، والحجاب والكلام ده، عيلتك تأثرت بيه وابتدوا يتكلموا ويختلفوا لان هم ابتدوا يتدينوا. انا على الاتجاه التاني، احنا عيلتنا ما كانتش متدينة كده، ولا الحجاب دخل ولا اي حاجة في عائلتنا، ففضلنا محميين من الفكر المضاد للمسيحيين وللأديان الأخرى. ما انا عايزه اقول لك يا اماني، ما انا فرقت هنا، ما انا الموضوع مش فهمت. حجاب، الموضوع قلب. الارض دي عايزه ايه؟ عايزه نجاسه ولا عايزه قداسه؟ عايزه عنف ولا عايزه حب؟ انا كنت مؤمنه تماما بالحب، بالحب لكل حد، من غير ما يعني من طفولتي، حتى الناس تسمع اختباري من طفولتي، ما عمري ما كرهت ولا عمري هكره، حتى يعني المسيح صدق قلبي بالموضوع ده كمان لما عرفته. لكن هم يعني بعض الاخواتي، مش كلهم بصراحة، وخصوصا البنات، يعني ما اقولكيش طريقتهم في الكلام اختلفت تماما، يعني هم صدقوا التعليم اللي تسلموه،
هم صدقوا بالظبط التعليم اللي تسلموه، لكن احنا نرى على مدى التاريخ المسيحي ان الله يحول القاتل الى قديس. سو يعني بنشكر الله على نعمة المسيح، لانه مش لصلاح فينا، ولكن لنعمة المسيح المتاحة اليوم لكل الاشرار اللي ماسكين المسدسات والبنادق وكل دول. كل دول الله النهارده فتح لهم باب التوبة، واحنا بنصلي من اجلهم. يا مارينا، رب. تعليقك حبيبتي، اتفضلي. طبعا يعني انتوا كفيتوا، احنا من الاول بنعزي اسر الشهداء لان هم ماتوا على اسم المسيح فهم شهداء. يا لكن تعليق، انت قلت كل حاجة هتتقال يعني، لكن تعليق ليه كاتدرائية يعني، هم ليه اختاروا المكان ده؟ لان المكان ده هو رمز، ورمز كبير جدا، وهو يعني مع يعني الحاجة اللي لو راحوا هجموها وضربوها هتبقى كل الكنائس بعد كده مش مشكلة، ده أكبر حاجة موجودة، أكبر رمز موجود يعني، نعم بيت البتر يعني البترخانة زي ما يعني كانوا بيسموها زمان يا يعني، يا اللي البترخ بيروح فيها. فهم طبعا التفكير الإسلامي، ودي يعني أول مرة تحصل في تاريخ مصر، إن كانوا الأول مثلا ممكن يضربوا كنيسة، ممكن يهدوا كنيسة، ممكن يقتلوا الناس في الكنيسة، لكن أول مرة يروحوا الكاتدرائية. فهم بيجربوا بيشوفوا رد فعل الناس إيه. هل المسلمين هيقفوا مع المسيحيين كالعادة يعني، كعادة المسلمين المعتدلين، ولا الناس كلها هتتبسط ويبتدوا بقى يعني فاكرين إن هم هيبتدوا يهدوا الكنائس والمعتقد المسيحي، ويلا بقى يا مسلمين على المسيحيين، ويعني زي ما تقولي بيجربوا تجربة وهنشوف ايه اللي هيطلع منها يعني. فدي كانت أول مرة في تاريخ مصر تحصل. وأنا عايزة أقول كمان إن من سمى كنيسة القيامة، هم برضو المسلمين كان سبب حروب كتيرة سموها كنيسة القمامة، وكان لو التاريخ برضو يقروا كده في البداية والنهاية ان بيقول كده امر الحاكم العبيدي بتخريب كنيسة القمامة، وهو بيسميها كنيسة القمامة، من بيت المقدس، واباح للعامة ما كان فيها من اموال وامتعة، وقال عشان في نار الناس فاكرة ان هي بتنزل من السماء، لكن هم ايه بيعملوها من نفسهم. فموضوع الكنائس وحرق الكنائس وضرب الكنائس ده على مدار التاريخ الاسلامي، من اول ما محمد قال لا تصلح قبلتان في جزيرة العرب، أو في بيت، أو في يعني مكان يوجد فيه الإسلام ما تصلحش فيه قبلتان. فالفكر ده فكر إسلامي، لكن الإسلام المعتدل اللي هم بيقولوا إن في إسلام معتدل أو في مسلمين معتدلين، دي الناس اللي هي مؤدبة محترمة متعلمة لا تعلم أي شيء عن الإسلام، هما بس ما ف بيعملوش، هو موجود بس هما ما بيعملوش، بيرفضوا ما يعملوه. يعرفوهوش ما... بس وحتى لو قروه في الكتب يحاولوا يكذبوا نفسهم، اي يقولوا لا ده ضعيف، لا ده احنا مالناش دعوه بيه، لا ده احنا كده او ده احنا كان كويس زمان خلاص. او كان في وقتها بس يا يحاولوا يبرروا، مش يعني ضميرهم مش قابل، فمش قابلين الحاجات اللي بتحصل دي. لكن هو ده من اول ما محمد قال اي اطردوا اليهود امم ولا تصلح قبلتان، وحديث صحيحه، ده المفروض في اي بلد عليها اسلام. احنا النهارده الحلقه 117 من برنامج المرأة المسلمة. على مدى ال 117 حلقه اللي عملناها، ورينا الاخوه المشاهدين انه الاسلام يكرر نفسه، والتاريخ التاريخ الاسلامي والتعليم الاسلامي يعيد نفسه اليوم على ارض الواقع. يعني ما زلنا مستمرين في اننا نوريكم انه ما فيش حاجه اسمها ده كان زمان وما بيحصلش دلوقتي، التاريخ يعيد نفسه. بس مارينا، برضو نقطه من اللي حضرتك قلتيها، هم رايحين عشان يهاجموا الكاتدرائيه بالذات علشان مكان البطرك ومكان مقدس للمسيحيين وكل حاجه، لكن قبلها ابو اسلام اخذ الكتاب المقدس وقطعه وحرقه والمره الجايه حبول عليه والكلام ده كله. ولكن هو يعلم، لا يعلم، والكل لا يعلم، ان احنا الكنيسة هي جسد المسيح، الكنيسة هي اولاد الله، الكلمة هي في قلوب المسيحيين من كلام المسيح والحياة معاه. فالإهانة، انتوا تقصدوا انكم تهينوا المسيح وتهينوا المسيحيين، ولكن احنا برضو عايزين نقول لكم كجسد المسيح احنا بنحبكم.
وده بيقودني للنقطة التانية اللي بحب ان انا اوجهها بقى، القوة لشعب الله في الالتصاق بالله. اوكي، يعني انا بوجه الكلام ده للكنيسة، اولاد المسيح، اولاد النعمة، افتكروا انتوا ولاد مين. انتم ابناء المسيح الذي فداكم بدمه، لكن ايضا اعطاكم الكرامة والنصرة من خلاله هو. علشان كده عدو الخير بيشتكي علينا، بس ايه الجديد في كده؟ صح؟ يعني المسيح قال انه في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. يعني النهارده وانا بقرا الايه دي بقول ان ده المسيح قال انا غلبت، ده فعل ماضي. اوكي، النصره اوريدي موجوده، الله غلب العالم من اجلنا واحنا غالبين معاه. صح؟ المسيح هو من يدافع ويحارب ويغلب، بس ده مش معناه بالنسبه لنا احنا السلبيه، بالعكس، بل معناه منتهى الايجابيه. اوكي، غلبه الشرير ان احنا لا يكون لنا شركه معاه، ده الدور اللي نقدر نقوم بيه. صح؟ ده دورك اللي اداهولك الرب، انك تكون مواطن صالح في بلدك وخادم لمجتمعك، ولكن خادم لإلهك اولا، ومع ذلك هياتي الاضطهاد. بس شوفوا بقى لما نرفع عينينا على الله وقت الاضطهاد بيحصل ايه. الله يستخدم الكنيسة في لم الشمل والشفاء. اجتماع الكنيسة النهاردة مع بعض ورفعة اعيننا عن انفسنا وعن مصالحنا الشخصية وعن رعيتنا الشخصية وخدمة الآخرين وتقديمهم على أنفسهم، وإننا نعيش خارج إطار أنفسنا عشان نقدم المسيح للجميع، ها؟ يحدث شفاء في الجسد عندما يكون كل هذا من أجل المسيح. النهاردة الله شجعني وأنا يعني وأنا بنظر للصورة القاتمة اللي كانت موجودة على الأرض دي، ها؟ بأنه بيفكرني بأنه بيحصل شيء مهم جدا على أرض مصر النهاردة، شفاء داخلي في جسد الكنيسة. لأنه الكنيسة في الفترة اللي فاتت فرحة ومارينا، يعني استخدام الله لكنيسة قصر الدبارة في وسط الأحداث، كانت المستشفى الميداني وما زالت بابها مفتوح للجميع. الكنيسة المصرية النهاردة كانت موسى اللي كان رافع ايديه بيصلي من اجل الشعب وسط الحرب. الكنيسه المصريه بصلاتها هي اللي كانت بتحارب من اجل الجسد. كده؟ عشان كده الاوقاف النهارده بعت الانذار بقطع المعاملات مع الكنيسه الانجيليه. ايه رايك فرحه في الموضوع ده؟ هيهات هيهات. عايزه اقول حاجه، انت قلتي كلام مهم جدا، ان لازم الناس تفهم ان الكنيسه مش مبنى ولا حجاره، يوم ما في زلزال بيجي بياخد الاخضر مع اليابس، لكن الكنيسه في الحقيقه هي جسد المسيح. وانا بصدق بان الكنيسه بتتوحد دلوقتي. ليه؟ لان في ايه مهمه جدا او صلاه مهمه جدا المسيح صلاها من 2000 سنه، والصلاه بتاعت المسيح تستجاب على طول. لما قال كده، لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل من أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحد كما إنك أنت أيها الآب في وأنا فيه. أمين. ليكونوا هم أيضا واحد فينا. فالمسيح صلى هذه الصلاة، وأنا بصدق إن المسيح استجيبت صلاته وتمت فعلا في الاتحاد اللي حاصل على المسيحيين. أيوة. يوصل وزير الاوقاف يقول للدعاء ما تروحوش، اشمعنى ما تروحوش للكنيسه الانجيليه؟ اصل اول امبارح ضربوا الكنيسه الارثوذكسيه، فالنهارده يضربوا بطريقه تانية الكنيسه الانجيليه، ومره الثالثه يخشوا على الكنيسه الكاثوليكيه. انا بقول لكم دي مسميات قد سميتموها. أيوة. لكن الحقيقه إن الكنيسة هي جسد المسيح، اللي يؤمنوا بكتاب واحد ويؤمنوا بالمسيح المصلوب المقام من الأموات. هيهات هيهات هيهات، إحنا بنحب بعض،
وبنموت في البعض، وحتى لو لما تعملوا ايه المسيح كلمته، يعني زي ما بيقول المثل كلام الملوك ملوك كلام، يعني كلمته واحدة. بنحب بعض، بس فوق ده كله بنحبكم انتوا يا مسلمين، لان زي ما مثلت قبل كده الكلام انتوا سكينة في ايد الشيطان. انا همسك السكينة واضربها؟ لا، انا هكره الشيطان اللي فيكم، لكن هحبكم انتوا. وعندي امل، عندي امل زي ما الرب جابني من المكان اللي مش كويس ده، وجابني بقيت في نفس الطريق بتاعه. انا عندي امل انكم انتوا كمان أمين. عينيكم تتفتح. في نقطه اخيره يا اخت اماني عايزه اقولها، تفضل. عايزه اقول انا دايما الاضطهاد ده ما بيزعلنيش، اتعلمت كده الاضطهاد ما بيزعلنيش. ليه؟ لان المسيح قال كده: اذكروا الكلام الذي قلته لكم، ليس عبد اعظم من سيده، ان كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدوكم. طيب السؤال هنا، البني ادم ده المفروض لما يضطهد بيحصل ايه؟ بيحصل تمحيص، وبيحصل انه بعينيه بتشوف ايد الله بتتحرك في حياته وفي حياه الاخرين. زي الراجل اللي جه، الدكتور اللي جه في امريكا تقريبا، اللي قال انا شفت الراجل اللي بيحرقوه عشان مسيحي، اذا كان بيحرقوك عشان مسيحي فانا هو مسلم، انا مسيحي زيك. فرحة، انتوا انا محضرة لكم فيديو ما كنتوش تعرفوا انه ان احنا هنحط الفيديو ده النهاردة. فرحة ومارينا، عايزاكم تشوفوا الاول الفيديو ده معانا. الفيديو ده من اجتماع الصلاة اللي تجمعت فيه الكنائس المصرية بقيادة الكنيسة الانجيلية، اللي النهاردة يعني المسلمين عايزين يحطوا بكسرة فيها. والقسيس سامح، الحقيقة ما كانش فيه، يعني ما كانش فيه حد بيقول مين اللي قاد ومين اللي اتجمع، بس بصوا على جمال المحبة اللي الله صنعها في وسط الجسد المسيحي. ده تنبيه وتحذير للكنائس المصرية النهاردة، لا تنقسموا أبدا، لأن نصرتنا ها في إننا نكون وحدتنا جسد المسيح الواحد، علشان تكونوا النهاردة أذرع موسى المرفوعة للطلب الغفران والسماحة من أجل مصر. اتفرجوا على الفيديو الموجود ده. وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. مصر مش هتيجي للمسيح إلا لما إحنا نحب بعض، ولازم نحب بعض علشان الناس يشوفوا فينا المسيح الحب فيعرفوا المسيح. عايز تحب كل الناس؟ حب ربنا، لأن الله محب، وهنصل نبقى جسد واحد. إن قبلنا أو لم نقبل هنوصل نبقى جسد واحد، لأنه على قلب يسوع إنه يبقى مصر جسد واحد. قالوا انه مجلس كنائس مصر، انا كان على قلبي قوي يبقى الاسم مجلس كنيسة مصر. عايزين نحب بعض قوي بقلب طاهر وبشدة، وده مش هيجي برضو الا ما كلنا نقول لبعض احنا اسفين، كلنا غلطنا في بعض، وكلنا اتكلمنا كلام كتير على بعض، وكلنا كفرنا بعض، وكلنا أهنا بعض. عايزين نقول لبعض النهاردة، نقول الأول ليسوع إحنا أسفين عشان إحنا جرحناك وأهناك وتعبناك وخلينا في جسدك دمامل. إحنا النهاردة جايين نقول لك أسفين، وبنقول لبعض أسفين. أقوى سلاح فتاك لإبليس وجنوده وكل من يتبعه هو الحب. احنا ما عندناش حاجة نقدمها للناس او نغلب بيها حد غير الحب. حد عنده اي حاجة يقف بيها قدام الناس اللي بيشتمونا ويكفرونا ويتعبونا ويهنونا ويعملوا ايه؟ السلاح اللي عندنا الحب. قعدنا نقول كلام واحنا في بغضة وكراهية للناس الارهابيين والناس اللي بنشوفهم بيشتموا على المسيح. انا عايز اقول لكم حاجه، مش هو ده اللي عايزه مننا المسيح. اللي عايزه مننا المسيح
ان احنا نقول للناس دي، نقول للناس دي احنا بنحبكم، وان احنا نصلي من اجلهم. وعشان كده فرصة النهاردة عايز اقولها لابو سلام واللي زيه، عايز اقول له انت بتكرهنا بس احنا بنحبك، وهنصلي لك، وهنوصي يسوع عليك انه يحبك اكتر واكتر. ها نقول له كده، احنا بنحبه، بنحبك يا ابو اسلام، بنحبك يا اللي كل زي ابو اسلام، عشان يسوع الهنا الحب قال لنا ان احنا نحبك حتى لو كنت بتقتل ولادنا او تضايقنا. وانا شخصيا بحب القسيس سامح جدا 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 جدا، وعلى قلب القسيس سامح وعلى قلبي ان احنا نبقى واحد. فرحة، يعني انا كنت سعيدة جدا وانا بسمع كلامك، لانك كررتي نفس الكلام اللي قاله ابونا بطرس في اخر الفيديو ده. تأثروا جدا، والقسيس سامح طلع وحضن ابونا بطرس، وعارفة جه في ذهني على طول ايه؟ لو كان شيخ الازهر موجود لاحتضنوا القسيس سامح والقسيس بطرس مع بعض بين كل المحبة، حتى ولو انه لم يفهم هذه المحبة. بس المسيح اللي يقدر يعمل كده في قلوب الناس، بس المسيح. تحذير للكنيسة المصرية، اوعوا ده يروح من عينيكو، اوعوا المشهد ده يروح من عينيكو، لان دي نصرة شعب الله. مارينا، عايز اسمع منك انت كمؤمنة مسيحية مصرية وقعتي تحت الاضطهاد انت وكنيستك، تقولي ايه النهاردة؟ حقيقة اخت اباني، احنا كمسيحيين يعني احنا بنتربى من واحنا صغيرين ان احنا كمسيحيين هنكون مضطهدين، يعني وان احنا اطفال بيعلمونا ان طالما انت مسيحي المسيح بيقول ان انت هتكون مضطهد، مش عشان شخصك، احنا بني ادمين عاديين زي كل الناس، لان احنا نحمل اسم المسيح، بنضطهد من اجل اسم المسيح. طب دي حاجه ايه؟ دي حاجه تفرح. يعني احنا لما بيضطهدونا بنحس، يعني صدقيني يا اخت اماني، ممكن مسلم ما يفهمش الكلام ده، احنا بنحس بنصره، بنحس بقوه، بنشوف ايد المسيح معانا. والكتاب بيقول ايه؟ لانه قد وهب لكم لاجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط، بل ايضا ان تتالموا لاجله. دي موهبه، دي نصره. لما بنشوف المسيح هبه، قصدي لما بنشوف المسيح على الصليب في اسبوع الالام، بنقول له هو على الصليب. يعني الناس بتشوف الصليب المهانه والظلم والألم وكل الأشكال العذاب اللي على الصليب، وإحنا بنشوف على الصليب بنقول له لك المجد والقوة والعزة إلى الأبد، وهو على الصليب. فالمسيحي عندما يضطهد بيحس بالنصرة، بيحس بإيد ربنا معاه، بيحس إنه فرحان إنه نال شرف إن هو مضطهد من أجل اسم المسيح. فدي نصرة. إحنا بنغفر للناس، احنا بنسامح الناس، مفيش واحد مسيحي ما شافش اضطهاد باي شكل من الاشكال، ولكن في نفس الوقت احنا بنصلي ان الناس اللي بيضطهدونا يعرفوا المسيح، يعرفوا ازاي احنا فينا محبه، فينا سلام، احنا ما بنكرههمش، احنا بس مش عايزينهم يروحوا جهنم. وزي كده ما المسيح قال لنا حبوا اعدائكم، احنا ملناش اعداء، احنا بنحب الناس اللي بتنصب نفسها اعداء لينا. فانا بقول للمسلمين اعرفوا، يعني اقروا، اعرفوا الحقيقه. مفيش حاجه في الدنيا تقول ان في دين يتفهم بطريقتين، طريقه اول ما تقراه كده يقول اقتل، وطريقه تقول لك لا، ما طريقه معتاد، ما في طريق. ربنا واضح، طريق ربنا بيكون واضح، الله محبه. فتعليقا على اللي احنا سمعناه، لما بيقول احنا بنحبكم لان الحب وحده هو اللي يغلب الشيطان، الشيطان طبعا عكس الاله القدوس، كله كره وبغض وكراهيه وسموم. فايه اللي يغلب الشيطان؟ المحبه. ايه اللي نغلب بيه المسلمين؟ او احنا مش قصدنا نغلب المسلمين، احنا نغلب الشر اللي فيه، اللي الفكر جواهم. الاسلامي الشر اللي جواهم من الفكر الاسلامي بالمحبه. وهو ده اللي علمه لنا كمان السيد المسيح لما كان على الصليب، قال ايه؟ اغفر لهم. يعني هو مصلوب ومتالم
بيقول يا أبت اغفر لهم، يعني في أكتر من كده، تسامح وحب. نعم، امين امين. حاجتين مهمين قوي يا فرحه، وعايزه اتنقل للتعليق ليكي. الاسبوع ده جالي يعني الحقيقه تقارير مفرحه جدا جدا عن الكنيسه، بالذات الكنيسه الارثوذكسيه. النهارده يعني سمعت انه اساقفه راحوا في دول اوروبيه وحتى في الغرب وكده، الأساقفة الأرثوذكس راحوا يهنوا الكنيسة الإنجيلية في عيد القيامة ويحتفلوا معاهم، مع إن الكنيسة الأرثوذكسية ما زالت صايمة ولسه احتفالات القيامة ما حصلتش في الكنيسة. لكن النهاردة الله بيعمل بالوحدة شفاء داخلي. سو الله بيقود بالكنيسة الأرثوذكسية غفران على الأرض في العالم كله أيضا. ليه؟ لما بنرفع عينينا من على نفسنا ونحطها على الله. شوفي قد ايه دي كانت حاجة مشجعة ليا جدا اني اسمعها. الحاجة التانية، نورة نجم في وسط الاحداث دي حطت تعليق يوم الاحداث يوم الاحد، قالت هو فين البطرك؟ فين البطرك؟ البطرك ليه ما بيردش؟ ليه مش بيدافع على الناس؟ اوكي، الرد ده قداسة البابا تودروس. الرد ليكي يا أختي الإعلامية المحترمة الأستاذة نوارة نجم، البطرك يتجه إلى الله فقط. في الوقت ده الكنيسة تتجه إلى الله فقط. البطرك مش هيرفع عليكم قضية، ولكن هينتظر عدالة السماء كما قال. فرحة، تعليقك إيه على الموضوع ده؟ أنا بشوف إن يعني حتى شفت الناس وهم بيدفنوا موتاهم، ما طلعوش حرقوا ولا ولعوا الدنيا ولا بتاع، يا لكن كانوا بيقولوا إيه؟ يا رب. يا رب صدقيني اللي يا يتجه للرب، ها، هو اللي كسبان، لأن بالظبط الله صانع. يعني أنا في الفترة دي قلت له يا رب أنا مش هقول لك الحق، لانك انت بتحب الناس دول كلهم، يعني بتحبهم اكتر مني كلهم، بس الكل انا بشكرك لانك انت بتعمل حاجه، انت صانع امرا جديدا. ايه هو الامر الجديد؟ ان الكنيسه اللي انت صليت من اجلها من 2000 سنه بتبتدي تتوحد. اتنين، ان في ناس مسلمين كتير هيعرفوك. ثلاثه، انت جاي قريب ولازم، شوف الكلمه دي، العروسه تكتمل العروسه بجهازها بكلها عشان العريس جاي. مين بقى؟ طبعا المسلمين يقولوا مين العروس ومين كنت العريس. أقولك وضحي شوي. لازم اقول طبعا الكنيسه هي عروسه المسيح، أمين. الكنيسه باعضائها كله، وعمر ما العريس بياخد عروسته ناقصه رجل ولا ناقصه ايد. ففي من المسلمين كتير 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 هييجوا ينضموا للكنيسه، فهتكون عروسه للمسيح. فانا هاليلويا. في اليومين دول زي ما بيقولوا منشكحه قوي. Well، احنا بنشكر الرب من اجل الاضطهاد، وبنشكر الرب من اجل اخواتنا واولادنا اللي سبقونا في حضن الرب. احنا بنشكر الرب لكن نصلي من اجلكم. المسيح في الاخر قال اغفر لهم يا ابتاه، واحنا كمان بنقول اغفر لهم يا ابتاه، لانكم مش عارفين انتوا بتعملوا ايه، لكن قلوبنا بتصلي من اجلكم. البابا بيصلي، المسيحيين بيصلوا، احنا مش بنصلي نشتكيكوا، خلوا بالكم، احنا بنصلي من اجلكم بمنتهى المحبة، بنحبكم. ولكن ايضا المسيحي يقف لطلب حقه. انا فخورة النهاردة ان المسيحيين بيقولوا احنا عايزين يبقى لينا حق في البرلمان، عايزين يبقى لينا اعضاء في البرلمان، عايزين يبقى لينا حق في مجتمعنا. ده حقكم ولازم تطالبوا بيه، نصلي لكن نقف من اجل الحق. كلمة شكر ايضا لكل اخواتنا المسلمين اللي وقفوا امام الكاتدرائية للتعضيد، اللي كانوا جوه الكاتدرائية بيعزوا واتحبسوا يا عيني واتضربوا في وسط الكاتدرائية زيهم زي المسيحيين. كلمة شكر لكل الإعلاميين اللي أدانوا بمنتهى الصراحة والأمانة إن ما يحدث شر، وبنصلي من أجلكم أنتم أيضا. الرب يبارككم. يعني أنا بتهيألي بقى إن إحنا خليني أخد مكالمة
وبعد كده نرجع لحد السرقة ونعمل مراجعة كده سريعة علشان خلاص ما يعني نعدي الموضوع ده. انت بتضحكي على حاجة يا فرحة وانا مش عارفة انت بتضحكي على ايه. لا معلش، انت عارفاني على طول بضحك وفرحانة، مش هقول لك برضه. طيب ماشي، خليني اخد مكالمة. الاخ كيني من امريكا، سلام المسيح معاك اخ كيني، اهلا بيك. حضرتك سمعني؟ ايوه، السلام والنعمه اختي اماني، اصل سمعت قلتي من امريكا فافتكرت حد تاني، كندا هنا. كندا، انا اسفه، معلش معلش، ولا يهمك، انا قريتها لا غلط لا ولا سامحني. يهمك، سلام ليكي والاختنا فرحه واختنا مارينا. اهلا بيك اخونا كيني، ربنا يباركك، تعيشي. اتفضل تعالي الموضوع دلوقتي في صورة سؤال في الأول، اتفضل. هل ما يحدث الآن هو مفاجأة؟ هنقصل الموضوع على محورين، على المحور المسيحي والمحور الإسلامي. من على المحور المسيحي، السيد المسيح قال يأتي وقت يظن فيه كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، نعم، وده بالظبط اللي هم الإخوان والجماعات الإسلامية والجهاديين بيعتقدوا إن هم بيخدموا إلههم ايوه أو بيخدموا الشيطان بين قوسين بقتل المسيحيين. ايوه على المحور الإسلامي، تأصيل هذا الموضوع إيه؟ محمد قال لهم من مات ونفسه لم تحدثه بالغزو، والغزو هو العدوان على الآمنين وسلبهم واغتصاب أموالهم وأعراضهم وهدم وحرق بيوتهم، وده اللي بيحصل حاليا. بيقول إيه؟ من مات ونفسه لم تحدثه بالغزو مات ميتة الجاهلية، أي مات كافرا. فهم بيعتبروا إن المسلم اللي بيطبق الإسلام ده من وجهة نظرهم، عشان ما يبقاش كافر لازم يعمل اللي بيعمله ده من قتل وسرقة ونهب. طيب، تأصيل آخر على الناحية التاريخية، واسمحي لي يا أستاذة بس وقت قليل، أن أذكر ما كتبته المؤرخة الإنجليزية، وهذه ليست قبطية وليست أرثوذكسية، اسمها ميسيز إل بوتشر، كتبت كتاب في سنة 1900 اسمه قصة الأمة القبطية وكنيستها، والكتاب ده ترجم للعربي في 1901، وفي أواخر السبعينات أنا قمت بإعادة طبع هذا الكتاب. طب في خلينا نقول جملة، بس يعني الجملة سريعة لأنه عايزة أدخل في الموضوع، اتفضل. أوكي حاضر، قالت إيه تأصيلا على اللي بيحدث في مصر؟ قالت وانتشر العرب، تقصد المسلمين، أيوة وانتشر العرب في الأرض، أرض مصر، أيوة كما ينتشر الجراد في الزرع ويأكل كل شيء أخضر. ولكن نتيجة لهذا كله بقى إيه؟ هل نحن جبناء حينما نسامح ونحب الآخرين؟ لا، ده لا طبعا القوة، طبعا، القوة هنا قوة الكنيسة، ايوه إن ده بيزيدها صلابة. ونشكر ربنا على يوم 17 فبراير، يوم تاريخي في تاريخ الكنيسة أجمعها، إعلان مجلس الكنائس المصرية الموحد 17 فبراير 2013، والنتيجة أيضا حتى بعد تفجير كنيسة القديسين امتلأت الكنائس وحوش الكنائس، والناس واقفة بره الكنائس، مفيش مكان للناس تقف فيه، نتيجة المد قوة للرب، الكنيسة، نتيجة المد الاضطهاد. للرب. شكرا أخونا، الرب يباركك أخ كيني، بشكرك على مشاركتك وصلواتك معانا النهاردة، أمين. طيب خلينا فرحة ومارينا جاهزين بقى ندخل نتكلم على موضوع السرقة. أوكي، نرجع نراجع بقى مع مشاهدينا إن إحنا في الأسابيع الماضية بنتكلم معاكم عن حد السرقة تحديدا. الأسبوع ده عايزين نتكلم على نوع محدد من السرقات، هنتكلم عن السرقات العائلية. يحصل إيه لما يحصل سرقة جوه العيلة؟ يحصل إيه لما يحصل سرقة جوه بيتك؟ إيه حكم ده؟
تبقى سرقة ولا مش سرقة، ايه حكم الإسلام فيها، وايه تأثير ده على حياتنا النهاردة، وهل ده يصلح انه يكون قانون إلهي فعلا يجيب العدل بين او الحق بين السارق والمسروق ولا لا. اوكي طيب خليني اتجه لمارينا الاول. اتفضلي مارينا، اذا عندك حاجه تحبي تقوليها تراجعي بيها على اللي فات اتفضلي، او ناخد النقطه الاولى. اتفضلي. احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن سرقه المساجد والمصحف والصليب واتكلمنا عن شهاده الكافر لا تقام على المسلم يعني في حد السرقة، وإن المسلم ممكن يشهد على الكافر ويقطع إيد الكافر، وده كان ملخص الحلقة اللي فاتت. نعم. إحنا نكمل النهاردة عن الأقارب. أول حاجة أنا كواحدة بعلم ابني، أنا بعلم ابني الأمانة الأول من البيت. يعني أنا في البيت بعلمه إن هو ما ياخدش مثلا فلوس ما كده، ما يسرقش، ما يكون أمين. الأمانة الأول اللي الواحد بيعلمها لأولاده بتكون بدايتها البيت. لكن الإسلام بيقول إيه؟ إن البيوت ما فيش مشكلة لو الأب سرق ابنه، الابن سرق كده أبوه، الأقارب سرقوا بعض، ما فيهاش مشكلة دي، ما فيهاش قطع. دولنا كده في المغني لابن قدامى كتاب الحدود باب القطع في السرقة مسألة، قال هل يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده؟ فصل، هل يقطع بالسرقة من ذي رحم؟ يقول كده الشافعي قال أيوة يقطع، لكن أبو حنيفة قال لا يقطع بالسرقة من ذي رحم لأنها قرابة تمنع النكاح وتبيح النظر وتوجب النفقة، أشبه قرابة الولادة. فقال يعني كل الأخوات والإخوة والأب والابن وكل الأقارب، الخالة والعمة، ان انت تسرقها ما تخافش، ما مش هيبقى في قطع يعني لو سرقت ليلى. طيب خلينا نشوف الفيديو اللي جاي، احد الشيوخ يؤكد اللي حضرتك بتقوليه. اتفضل. سرقة الابن من مال ابيه لا قطع فيها، لان الابن له حق في مال ابيه. أو سرقة الأب من مال ابنه لا قطع فيها، لأن الأب له حق في مال ابنه، وفي الحديث أنت ومالك لأبيك. طيب أنت ومالك لأبيك، ده يبيح السرقة. على فكرة كان في حادث مكتوب قريب في الجرائد المصرية عن بنت سرقت من أمها، والأم اكتشفت أنه البنت سرقت يعني تحويشة العمر أو حاجة زي كده، وراحت فعلا تبلغ في البوليس عن السرقة. اكتشفت أن البنت هي اللي سرقة، وقعدت الأم والبنت في الاسم، يعني الأم بقت صدمتها في أنه بنتها اللي سرقت وكده، وأنه ممكن يقع عليها العقوبة. شكرا. يعني خلتها ترجع تاني عن البلاغ وتمشي وتاخد بنتها والبنت تتوب وتكلم أمها. يعني أيا كانت القصة هنا، لو افتكرنا أنه النهاردة الشريعة المصرية كان الشريعة الإسلامية كانت مطبقة في مصر، هل كانت الأم هتقبل أن البنت تقطع إيدها؟ ها؟ هل كانت الأم هتقبل أن البنت تتجلد؟ إذا كانت ما استحملتش، البنت اتسرقت منها يعني سرقت منها تحويشة العمر وضيعتها وما استحملتش وسامحتها وخدتها ورجعت، كانت هتعمل إيه لو كان طبق عليها الحد الإسلامي؟ وهل ده كان هيصلح أمر البنت ولا لا؟ اتفضلي يا فرحة. بص يا ماني، ما هو الإسلام حل المشكلة. عشان أنا عايزة أقول للأم ما تزعليش، اوعى تزعلي أبدا. لأن أصلا زي ما مارينا قالت، الكلام في الكتب الإسلامية بتقول إن ممنوع لا قطع، لا قطع دي مش هتبقى سرقة. ماشي؟ فبقى التحليل مش كده؟ نعم؟ بقى التحليل. طبعا ده هقول لك على حاجة أكتر يعني مثلا في المغني لابن قدامة برضو في كتاب الحدود باب القطع في السرقة، قال لك إيه؟ لا يقطع الابن وإن سفل. يعني الابن وهكذا، يعني السلسال كله. يعني مارينا اتكلمت على اللي من ذات الرحم، تمام؟
اللي جايين من الام والخاله والعمه والكلام ده كله. واتقال برضو لا يقطع الابن وان سفل بسرقه مال والده وان علا، يعني للجد، للجد اللي فوق، يعني ايه كانه ايه من سلسفيله لفوق، يعني العيله كلها بتسرق من بعض لا يقطع. ده اللي قال بيه الشافعي واسحاق والحسن والثوري واصحاب الراي، يعني متفقين عليه. إيه كمان قال لك ايه يا اماني؟ قال كده لا يقطع الوالد فيما اخذ من مال ولده، زي ما الشيخ قال دلوقتي. أي الشيخ قال ايه؟ الولد لما ياخد من الاب، قصدي الوالد لما ياخد من الابن، إيه بيقول ايه؟ انت وملك لابيك، أيوة. لانه اخذ ما له اخذه، ولا الوالده فيما اخذت من مال ولدها. تمام، الله اللهم صل على النبي، كل العيله حراميه. ولا العبد فيما سرق من مال سيده، وجملته ان الوالد لا يقطع بالسرقه من مال ولده يا وان سفل، وسواء في ذلك الاب والام والابن والبنت والجده والجده، من قبل الاب او الام، وهذا قول عامه اهل الراي. طب معلش فرحة، فرحة عايز نعم أسأل سؤال هنا لحسن. دي كارثة، دي كارثة. أي. يعني لما تكون قبيلة مثلا كلهم، احنا عارفين عادة المسلمين البنت تتجوز مش عارف مين، ابن خالها وابن عمها ومش عارف ايه، يعني ما فيش حد في وسط القبيلة ما عندوش صلة قرابة بالتاني، بالظبط، يا كلهم من اما جد صله رحم، واحد، ها، يا كلهم من اما جد واحد. جدها وابن عمها وهكذا. فكل دول مش ما انا بقول لك، تبقى العيله كلها حراميه ويقول لك عايزين نطبق الشريعه. اوكي، طبقوا الشريعه. وريني لا، بقى. بص يا اماني، القانون المدني بيجرم على الجريمه نفسها مهما كان هذا الشأن، الولد او البنت او الراجل، الجريمه بتتاخد كده وتتطبق على الشخص ده. تمام، ده دي القانون كارثة، المدني. دي كارثة. فلما نيجي نطبق الشريعة، أيوة. كله هيسرق من كله، ومحدش يقدر يتكلم ولا يقطع ايد حد. لا لا لا، دي يعني النهارده لازم الـ 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 الاخوه المسلمين اللي بيتابعوا الحلقه النهارده، احنا بنسالكم السؤال ده. دي كارثه. كيف يعني المساله هنا مش رحمه؟ على فكره المشكله فين؟ ان احنا لا نعالج المشكله الاساسيه، واللي هي السرقه، انه يكون في انسان عنده يعني السرقه دي شر، دي خطيه، دي يعني ممكن تحطم حياة عائلات وناس، و يعني واحد يسرق مثلا ميراث حد، يعني التاني ده هيتفقر، عيشته كلها حياته هتضيع. ومع ذلك احنا لا نجرم الجريمة، لكن نعاقب على حسب مين قريب مين ومين ابن مين، وده له حق وده ملوش. يعني الكلام غير منطقي. انا عايزه اتوقف شويه فرحه ومارينا، وخليني اخد بعض المكالمات، لان عندنا مكالمات كتيره قوي. الاخ عبد الله من اليمن، سلام المسيح معك، اهلا بيك اخ عبد الله. مساء الخير. اهلا اخ عبد الله، اهلا بيك. اهلا، مساء الخير. دي مذاكرة للأخت فرحة. اتفضل. اسمعنا. ألو، اسمعنا. أيوة سامعك الأخت فرحة، سامعك. اسمعنا ولا؟ ها؟ سامعينك، اتفضل. يا فرحة، أنا عمري في الحدود، عمري في حدود 50 سنة، هي أيوة. أبحث في الدين، في الثقافة المسيحية والدين المسيحي، يعني 30 سنة، ومع وصلت إلى قناعة 100% على أن هذه الثقافة والدين هذا شرك بالله، شرك بالله، لأنه يعطى صفة من صفات الله من شخص هو المسيح وعيسى. بكلام انا مش قادره يا افهم يا اخ، يعني استنى 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 يا اخ عبد الله، انا احنا مش عارفين نسمعك كويس، لكن انا هقول لفرحه اللي انا سمعته. ابعد شويه عن المايك، الميكروفون. هو بيقول انه بقاله مش عارفه 30 سنه ولا 50 سنه بيدرس في الدين المسيحي، واقتنع تماما انه المسيحيه شرك. اوكي؟ يا طيب، ايه تاني عايز تقول؟ ايه تاني؟ صفات الله اللي خلق الوجود،
نعم اني خلق الوجود كلها من صفه من صفات الله الذي خلق الوجود والكون قبل ملايين ومليارات السنين. لا اوكي لا لا معلش معلش خلاص انا فهمت نقطتك الاولانيه، مش عارفه اسمعك يا عبد الله معلش، يا اما تقفل وتتصل من تليفون تاني، بس انا خلي فرحه ترد على قد ما فهمنا. اتفضلي يا فرحه. 30 سنه بيدرس مين قال ان والمسيحيه المسيحيه شايفه. شركه يا اخي عبد الله؟ ده دليل على انك ما قريتش، بتقولي ب 30، انا كده ما صدقتكش ب 30 ساغي يعني بصراحه. ليه؟ لان في الكتاب المقدس واضح جدا انه بيقول ان الاله واحد. إلهنا إله واحد. بس نعم. اسمع نعم. يا اسرائيل، الهنا اله واحد، واضحه زي الشمس. فانت تقول لي ده المسيحيه شرك، خلاص يبقى انت ما قريتش حاجه، انت بتقرا الكتب الاسلاميه. يعني متاسفه يعني. معلش. طيب خليني اخد الاخ يوسف من شيكاغو. اهلا بيك اخ يوسف، اتفضل. مرحبا. اهلا بيك اخونا. شلون الصحة؟ نشكر الرب، بنرحب بيك على البرنامج. بعد إذا أريد أقول له لهذا عبد الله من اليمن. أي. أنت دا تتهم المسيحية بأنها إشراك. بس عندك أنت الإسلام يقولون محمد أشرف الأنبياء. ولكن عيسى بالقرآن روح الله وكلمة الله. إذن محمد أشرف من كلمة الله وأشرف من روح الله. إذا محمد أشرف من الله، هل الله أقل شرفا من محمد؟ هذا شنو؟ طيب بالنسبة للإسلام أو محمد، هذا الدين اللي جابه، إذا تلاحظين بدقة الماركسية صارت سوت حجة على الاستغلال، المستغل والمستغل. وكان الشيوعي يستغلوا هالنقطة هاي، قدروا بالفلسفة مالهم أنه المستغل يجب أن يصير مستغل. الإسلام استغل الإنسان بها طريقة أنه اتخذ من العبيد قوة. أوكي. بعد ما كان العبد يتوسل بالرئيس مالته حتى يعطيه قرصة خبز، بدأ الرئيس مالته يتوسل به حتى لا يقتلوه. طيب معلش انا الحقيقه عندي برضو مشكله في ان انا اسمع كل الكلام اللي بتقوله اخ يوسف. حضرتك منين؟ من من اي بلد؟ بس بالاصل نعم من العراق. من العراق. اصلك مسيحي او اصلك مسلم؟ لا اصلي مسيحي انا. طيب. بس مسيحي عقائدي. ايوه. وحكيت ويا المسلمين قبل سنتين شلت بالعراق، انه من حكيت لهم سكتوا 15 واحد، ما قدر ولا واحد جاوبني، بس ما لي شنط قوي حكيت وياهم. لا أنا بشكرك جدا على نقطتك بالنسبة لمحمد أشرف الأنبياء، وهل هذا شرك بالله ولا لا، أو ربنا يباركك. ياريت الكنترول روم يحاولوا يصلحوا لنا شوية الصوت، لأنه في صعوبة شوية في سماع الصوت. طيب فرحة عندك تعليق أو مارينا؟ لا هم بينقضوا نفسهم. أيوة. لما في آية بتقول كده، آمن الرسول بما أنزل، كل آمن. أيوة. يعني كل الكتب واحد وهكذا. فمنين كل كتب واحد؟ ها، لا نفرق بين أحد من رسله، يعني ده لو عيسى رسول يعني. أيوة. ومنين هو أشرف الأنبياء؟ أيوة. يعني ببساطة، يعني هم نفسهم مش عارفين حاجة. اللي بيقول لك بقالي 30 سنة بدرس، هم مش عارفين حاجة يا أخت أماني. مسكين. yeah. مساكين. yeah. للأسف. مارينا اتفضلي. يعني نفس الكلام. أنا عايزة بس المسلم يركز معانا في الموضوع ويدرس ويدرس الإسلام. يعني أنت رايح تدرس المسيحية، ادرس الإسلام الأول، ولو اقتنعت ان الاسلام دين من عند ربنا وان هو فعلا حقيقه، خلاص ايه اللي يخليك تدرس دين تاني؟ مظبوط. ادرس اسلامك الاول. مظبوط. يعني الدراسه مهمه جدا، بس فعلا المشكله ان المسلم لا يدرس دينه، غير مسموح له انه يدرس دينه، ما تعودش انه يدرس دينه. سو النهارده احنا بنشجع الجميع على نظره ادق كثيرا
لدينك انت شخصيا، لكتبك انت شخصيا، لقرآنك انت شخصيا. احنا كل اللي بنعمله توضيح. خلونا نخرج مع فاصل ونستكمل معكم بقية الحلقة بعد الفاصل. في الظلام هو المصباح، وفي الجوع هو الغذاء، وللروح العطشة هو ماء الحياة. فيه كامل الإعلان عن محبة الله للإنسان. إنه الكتاب المقدس، كلمة الحياة التي تحتاجها كل نفس بشرية. يمكنك اليوم إضافة إلى حصولك على نسخة من الكتاب المقدس أن تستمع إليه أو تقرأه إلكترونيا باتباع الخطوات التالية. أولاً، ابعث بإيميل إلى العنوان التالي bible@hayatv.tv ونحن نرسل لك التفاصيل والروابط، أو يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني التالي الكتاب المقدس.is. في هذا الموقع يمكنك تصفح الكتاب المقدس أو الاستماع إليه، كما يمكنك أيضا تحميله على هاتفك الخلوي. قناة الحياة غيرت حياة الكثيرين. قناة الحياة أعطت الكثيرين الأمل والرجاء في الحياة. قناة الحياة أرشدت الآلاف للطريق والحق والحياة. قناة الحياة تجمع بين الجرأة في الطرح والمحبة المسيحية والاحترام للآخر. لدعم قناة الحياة والمساهمة في نشر رسالتها، زوروا المواقع الظاهرة على الشاشة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. النهاردة بنستكمل حلقتنا في السرقات العائلية في الإسلام وعقوبتها. خليني أخذ مكالمة من الأخت دنيا. أخت دنيا، أهلا بك، سلام المسيح معك. يا أخواتي العزيزات، أهلا بك، زيكم، وقلبي معاكم وقلبي مع الشعب القبطي في مصر ومع المسيحيين يا أختي العزيزة. شكرا حبيبتي، ربنا يباركك. الأخت دنيا عابرة أيضا وخادمة للرب، بنرحب بيك. ده شرف لي يا أختي، ده أنا متشرفة بالختمة دي. أختي أماني، إحنا الأكراد لأن مظلومين ومضطهدين، بنحس بآلام الأكراد كثيرا، وإحنا في اجتماعاتنا وفي جلساتنا موضوع حديثنا الآن هو البحث في هذا الموضوع، والحل الوحيد طبعا إحنا لا نشك في العدالة في السماء يا أخت أماني ويا أخت فرحة وأخت مارينا، إحنا لا نشك في عدالة السماء إنه هو اللي يمد إيديه ويجد حل للشعب المسيحي المظلوم، لكن الحل الوحيد إنه يحصل لهم زينا ويحصل لهم إقليم زي الإقليم الجميل اللي متتعين به الأكراد في شمال العراق، وحياتهم كلها رفاهية وتقدم، ونحن نتمنى ذلك للشعب المسيحي المظلوم. أخت أماني، عندي ثلاث نقاط في بسرعة وبعجالة. النقطة الأولى إنه استغربت، يعني أرجو أن أكون أنا غلطانة عندما قلت الشيخ الحويني إنه معتدل، فإن الشيخ الحويني هو صاحب نظرية الهجوم على الدول وجلب ملكات اليمين. لا، أنا مش بقول إن الشيخ الحويني، أنا مش بقول إنه، يا أخت دنيا شوية بس عشان أسمع، أنا مش بقول إن الشيخ الحويني شيخ معتدل، أنا بقول إن الشيخ الحويني يعلم التعليم الإسلامي الصحيح ومقبول في وسط يعني المجتمعات الإسلامية، تعليمه مقبول وبيحبوه يدافعوا عنه. اوكي، طيب هو مش معتدل، من يعني هيعتدل ازاي اذا كان بيعلم التعليم الإسلامي؟ هيعتدل ازاي؟ طيب النقطة الثانية سريعة يا اخت اماني، يا اخت دنيا. لا ايوه اتفضلي. النقطة الثانية، أيوة أنا بكمل بعدين أنتوا كملوا، لأن المكالمة مش واضحة معايا. أيوة. النقطة الثانية، أقول هنيئا للأخ الذي تحدث من اليمن، وإنه اكتشف أن المسيحيين مشتكين، إنه اخترع آيباد جديد وموبايل جديد، واخترع الحاجات الجميلة اللي يقدموا له المشركين. أنا أيوة. بهني على كده. أخت أماني، أقص عليك قصة غريبة في قضية سرقة الإقرباء. إحدى المجموعات الإسلامية في بغداد اللي يقاتلون ويفجرون بالشعب العراقي راد يحصل على فلوس
فعرف ان ابوه ان اباه قد باع مزرعه وان عند والده فلوس، فجلب من عصابته بعض الاشخاص وكمموا وجوههم وذهب الى والده ووضع. الو اوكي طيب الموضوع يا اماني. ايوه انا الحقيقه ما فهمتش. اتفضلي. الاخت دنيا قالت بحسب شرع الله اهو الناس اللي راحوا اتكمموا وجاب زمايله بتاعه وراح سرق من ابوه خلاص ما فيش مشكله. يا مظبوط مظبوط. طيب خلينا ننتقل للنقطه الثانيه. اتفضلي يا مريم. النقطة الثانية بقى دي نقطة يعني لازم كل المسلمين يسمعوها كويس. الكلام ده جوه الكتب. في المغني لابن قدامة كتاب الحدود باب القطع في السرقة مسألة قال هل يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده؟ فصل سرق أحد الزوجين من مال الآخر. احنا هنشوف المشاكل اللي فيها دلوقتي. بيقول كده إن سرق أحد الزوجين من مال الآخر فإن كان مما ليس محرز عنه فلا قطع فيه. يعني لو واحد سايب فلوسه كده في المحفظة في الدولاب ذهبها كده ما فيهوش حرز يعني مش مقفول عليه وحد من الزوجة أو الزوج سرق عادي ما فيهاش مشاكل. وإن سرق مما أحرزه عنه يعني شايله وقافل عليه بالمفتاح فالتاني راح سرق يقول لك في روايتين أحدهما لا قطع عليه وهو اختيار أبي بكر ومذهب أبي حنيفة واستشهد بعمر ابن الخطاب لقول عمر إن كان في واحد راح يعني احتكم إلى عمر إنه بيقول غلامي سرق مرآة امرأتي فقال ارسله لا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم وإذا لم يقطع عبده بسرقة مالها فهو أولى. يعني لو العبد ما يتقطعش بسرقة يعني الست فالراجل اولى. يعني الراجل يسرق مال مراته عادي مفيهاش مشكله حتى لو محرز ولان كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب ولا تقبل شهادات ولا يعني لو واحده شهدت على جوزها انه سرقها او كده ما لا ما تتخذش بالشهاده دي او العكس. ويتبسط في مال الاخر عاده فاشبه الوالد والولد. طب ايه المشكله في الموضوع ده؟ المشكله في الموضوع ده خطيره جدا لان الراجل ممكن يسرق مراته ويروح مطلقها. مظبوط. وهكذا يعني لو المسلمين عارفين حاجه زي كده طب انا اسرقك واسرق ذهبك واسرق حاجتك كلها وتحويشه العمر وروح مطلقك بعد كده هل يحكم عليه بالقطع؟ لا. طيب بصي في نقطه مهمه جدا كمان هنا. النهارده المسلمين بيقولوا ايه؟ انه من علامات كرامه المراه انه ليها حق في التصرف في مالها وعندها مالها الخاص ومن حقها يبقى عندها املاكها ومالها الخاص. لكن اللي يحصل هنا انتوا بتحط دي على جنب لكن تروح سامح للزوج انه يسرق مالها من غير قطع ولا عقاب. صح. فين بقى حق المراه؟ لما نقول ان المراه انتوا بتدوها حق شكلي فقط لكن بالنفس الوقت من الناحيه الثانيه تروح سحبه من الناحيه الثانيه وجوزها ممكن يسرقها ويطلقها زي ما انت بتقولي يا مارينا. فرح طبعا برضه لو في النقطة اللي هي أنا بضحك كله يا أماني كله يا أماني بيسرق من بعضه. مظبوط. يعني مزبوط. كله يسرق من بعضه ده زي ما بقولها كل مرة كيف تعلم السرقة على الطريقة الإسلامية بدون أن تقطع إيدك يعني لازم تطلعه مظبوط كده يطلع منها كالشعر من العجين. ده التعليق على الجزئيه اللي قالتها مارينا. طب خليني اقول حاجه يعني موضوع الحرز ده يعني الحرز ده ممكن يكون النهارده مارينا لو توضحي الموضوع ده كمان. الحرز ده النهارده ممكن يكون حساب البنك صح؟ ممكن طبعا. سو الراجل حتى ولو كان اسمه على حساب مراته ها النهارده الستات في السعوديه بيقولوا ايه؟ احنا بنتجوز علشان نلاقي حد يخلينا نعرف نصرف فلوسنا. عشان لما تكون عايزة تشتري عربية مثلا لازم جوزها يروح معاها. جوزها هو اللي يختار مع ان هي فلوسها هي. صح؟ فواقعيا ملهمش تصرف في حتى اموالهم. لكن الزوج ممكن ياخد من مال مراته اللي في الحرز ده اللي في البنك ويسرق منه.
بصي يا اخت اماني، لو احنا دخلنا جوه الكتب الاسلاميه يعني، بس انا قدامي المرجع مش قدامي دلوقتي، لكن انا قريته ان المراه المفروض ان هي تكون كالعبد وتعرف ان هي كالمحجور عليها، بالنص مكتوب كده. يعني ايه المحجور عليها؟ يعني ما عندهاش زي المجنون تصرف، ما عندهاش حق التصرف في اي حاجه، لا فلوسها ولا فلوسه ولا اي حاجه، كالمحجور عليها. دي المراه في الاسلام اللي مكتوب جوه الكتب، فان كان حسابها او حسابه او كده لا، يعني يسرقها ماشي، تتجوز علشان تقدر تعمل فلو، يعني كل ده هي لازم تفهم ان هي كالمحجور عليها. وده يعني وضع المراه في الاسلام، احنا ما لقيناش كتاب ينصف المراه. ده بالعكس، عارفه كمان يا اختي، لو احنا في سوره النساء 5 بيقول لا تعطوا السفهاء اموالكم، يعني بنسمي المراه سفيهه. ولما نروح للتفسير يعني ايه السفهاء، هم النساء والبنوك وبنوك، يعني بيعملها زي العيل الصغير. هل العيل الصغير بنديله ثروه وملك وفلوس وكده ونأتمنه على مشاريع او حاجه او اي حاجه؟ لا، مظبوط. ونذكر ايضا انه يعني محمد نفسه حلل حتى للزوجه انها تسرق من مال جوزها، صح؟ تسرق. طب وليه هو يبقى احنا عايزين نعرف ايه الهدف؟ انتوا ليه بتقولوا الراجل يسرق مراته؟ طب ودلوقتي ما الست ممكن تسرق جوزها وتروح خلعاه وخلاص وخلص الموضوع. مفيش الامانه، البذره مش جواهم. بذره الامانه ويراعوا ان يعني انا ما اخافش من جوزي او ما اخافش من العقاب، انا اخاف من ربنا اولا واخيرا. انا اسرقه ليه او هو يسرقني ليه؟ كمسلمين يعني على لسان حال المسلم، الشيطان دايما لما يعني يحب انه يدخل الناس في الشر بيرسم لهم صورة انه دي ما فيهاش مشكلة، انت لما تعمل كده دي مثلا تسرق ده انت اللي هتستفيد، ما فيهاش مشكلة. انا يعني يصور له انه ممكن يسرق من غير ما يكون عنده دلائل او انه يقع في العقاب بسبب السرقة. اوكي، فبيصور للناس ان انت ممكن تسرق لكن ما تعاقبش. هكذا الاسلام اداهم طريقة يسرقوا بس لا يعاقبوا، ولكن في الحقيقة خلى كل التركيز على إيجاد الحل لأنه يطلعهم من عقوبة الخطية اللي عملوهم، ونسي الخطية وأثرها على حياة الإنسان الروحية. خليني أخد بعض المكالمات. معانا الأخ أحمد من العراق. أهلا بيك أخ أحمد من العراق، ربي يباركك. سلام رب معك يا أختي أماني. سلام ونعمة ليك أخونا من العراق، ألسو كمان عابر مش كده؟ أشكر الرب. أهلا بيك، تفضل تعليقك أخو. أسلم على أختي فرح. سلام الله معك يا أختي فرح. أهلا بيك يا أخ أحمد، أهلا وسهلا بيك. أوكي، تعليقك سريعا يا أخ أحمد، تفضل. أختي أحمد، انتصار المسلمين الكنيسة إيه؟ إذا انتصار المسلمين المصر حل نسبك. أخ أحمد المكالمة مش واضحة، سمعني؟ انتصار المسيح بالعابرين. انتصار المسيح بالعابرين، دي الجملة اللي بتقولها؟ نعم، انتصار المسيح بالعابرين من الإسلام إلى الرب يسوعنا، والله يبارك حياتكم أخي. وربنا يباركك يا أخ أحمد، يعني هل شرف لينا ان احنا نستخدم من اجل مجد الله، تفضل. هو الاسلام يحرقوا الكنيسه ما يهمناش احنا العابرين، بس الانتصار هو الناس يعبروا الاسلام، يعني يعرف حقيقه الاسلام، هذا الشيء نريده. ونشكر الرب الناس كثيرين يعبرون الاسلام ويعرفون حقيقه الاسلام. امين، الرب يباركك يا احمد، شكرا، ربنا يباركك، شكرا على تشجيعك ومتابعتك، الرب يباركك. طيب خليني اخذ محمد من الاردن. ابو مهند من الاردن، اهلا بيك اخ ابو مهند، ربي يباركك، تفضل تعليقك. تحيه رحمه، تحيه الاخوات الخلاص الثلاث. الله يخليك، شكرا. الاخت فرحه والاخت مارينا والاخت اماني، ربنا يباركك، اهلا بك. سمعت
تكن تقولون التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. أي. وهذا التاريخ، وهذا التاريخ أضاء لي قصيدة سمعتها، سمعتها قبل 50 سنة. قبل 50 سنة للشاعر خليل مطران. أي. هذه كانت القصيدة عندما كسرى ملك الفرس قتل وزيره بزر جمهر. قولي تعليق سريع شوي أبو مهند لأنه لسه في مكالمات كتير، تفضل. قد تكسر أقلام هل تكسرها، يمنع الألسن أن تنطق شعرا. أي أنا أسفة معلش الخط وقع. طيب خليني أخذ الأخت نوال من الأردن. أخ نوال من الأردن، سلام المسيح معك يا أخت ماني. أهلا بيك يا أخت نوال. معك ومع الأخت فرحة ومع الأخت أماني. أهلا بيك حبيبتي، تفضلي. صدقي حبيبتي إنك أنت مكفي وموفي بالكل هذا. بس على كل حال بدي أحكي معك، أنا حكيت معك قبل شهرين أو إكاد. أي. كنت أنت والأخ، الأخ عبد الفادي. أي. السعودي طبعا. أي. وحكيت لك عن النور اللي بيطلع من قبر المخلص من أورشليم. حبيبتي بيصادف دائما بأربعة خمسة يوم سبت النور. هذا بدك يعني تعلو تصوريه أو إشي حتى الكل يشوف هذا النور اللي بيطلع من القبر. نعم الله يا أخت نوال، الله يعلن معجزاته بالعمل في حياتنا في كل وقت، والناس بتشوف الكلام ده. خلينا في نقطة الحلقة النهاردة، عندك تعليق على الأحداث أو إذا كان عندك تعليق على موضوع السرقة تفضلي. هذا هو موجود عندكم، هذا ما بخفى يعني. أيوه. إذا محلل لهم في جميع الجهات. أوكي يا طيب ربنا يباركك، شكرا يا نوال على اتصالك ومتابعتك للبرنامج، كملي تصلي من أجلنا. طيب رايت. مارينا تعليقك تفضلي. أنا عندي كمان تعليق. طبعا ربنا بيورينا معجزاته في كل مكان وفي كل وقت وبيحافظ على أولاده في كل مكان يعني، وهو قال من مسككم يمسس حدقة عيني. خلينا نرجع لموضوعنا أخت أماني وهو السرقة. وفي المدونة كتاب السرقة، في السرق يوجد في الحرز والضرب مشتركة. في واحد بيسأل سؤال بيقول رأيت أبي ورجلا أجنبيا، يعني احنا هنطلع شوية من مجال إيه العائلات في بعض. مثلا لو واحد بيقول أبويا ومعه حد أجنبي جم سرقوني، هل يقطعان جميعا؟ يعني هل الأب معروف مش هيقطع؟ طب الرجل أجنبي قال استرق مني سرقة قيمتها 3 دراهم، قال أرى أن لا يقطع، يعني بيقول كده لا ما يتقطعوش. قال ابن القاسم وكل من لو سرق إذ بلغ الحد، إن لو سرق مني ومعه أجنبي شركة فيها مثل، هيقول له زي عبدي وأجيري الذي ائتمنت على دخول بيتي. يعني انت لو عبدك مش هيتقطع، طب العبد والأجير اللي انت بتستأمنه على دخول البيت مش هيقطعهم. يعني فالأب برضو والأجنبي لو دخل عشان يسرقوا بيت الولد برضو مش هيقطعهم، فلا قطع على واحد منهما وإن تعاونا في السرقة. يبقى دلوقتي أي واحد عايز يسرق أبوه، أي واحد عايز يسرق ابنه، لو تعاون مع حد غريب برضو الغريب ما يخافش ما هيحصل له قطع يعني. يعني دي فاكرين الحلقة اللي فاتت احنا قدمنا المرجع اللي بيتكلم عن لو 3 سرقوا 3 دراهم ما يقطعوش، علشان كده الموضوع يعني يبقى أسهل لحد عايز يسرق إنه يسرق في مجموعة علشان كله ما يقطعش يعني. فدلوقتي ده تسهيل آخر، لكن هل يعني إزاي يمثل العبد بالضيف؟
يعني ازاي؟ ايه ايه وجه الشبه؟ الأجير، الاجير بالضيف. بالضيف، ام سوري، اه الاجير بالضيف. طب ليه؟ ايه طالما وجه انت الشبه؟ تأمنتوا على دخول البيت فخلاص سرقك انت، المفروض ما كنتش تأمنه. يعني انا دلوقتي اروح اجر كهربائي يعمل لي حاجه في البيت، يسرقني ويمشي، يبقى مفيش مشكله يعني، اتفضل يعني. يعني ده تحليل اسلامي، ما دام جاي مع بابا. وعادة الكهربائي هيجي مع مين؟ لازم هيجي مع بابا او مع جوزك او مع عمك، مفيش مشكله. خلاص يبقى الاجير. يعني حاجه غريبه جدا. هل المسلم والمسلمه النهارده يعقلوا مدى الخرافات الموجوده في التعليم الاسلامي؟ على فكره فرحه ومريم، احنا قدامنا حوالي 6 7 دقائق او 8 دقائق. في الفقره دي انا عايزه انوه على انه يمكن الحلقتين اللي جايين من البرنامج في حلقات السرقه هنسميهم لصوص ولكن ظرفاء. تابعوا معانا الحلقتين القادمين، الحقيقه هتلاقوا فيها اشياء غريبه الشأن، حلقات لصوص ولكن ظرفاء، هل يقطعوا ام لا يقطعوا؟ ونشوف انواع السرقات العجيبه المذكوره في الكتب الاسلاميه. خليني اخد مكالمه كمان، واعتقد ان احنا نكتفي بقى بالنقاط اللي قدمناها النهارده وندخل في المود الروحي بقى. خليني اخد الاخ محمد من المانيا. اخ محمد اهلا بيك. اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا بيك اخ محمد، تفضل. اختي العزيزه، بكل صراحه معناها انا زعلان شويه منكم الاثنين، لانكم انتم يعني في كل حصه ما تجيبوش عالم مسلم اللي يناقشكم في الموضوع. انا بص بقى، بص عشان انا اقول لك من الاول قبل ما تكمل نقطتك، احنا دعونا الكثير من العلماء، المجال مفتوح، اي عالم يحب يتفضل معانا اهلا بيكم، لكن انت كانسان مسلم واحنا كسيدات من خلفيه اسلاميه بنقول لك احنا قادرين على ان احنا نفهم الفكر الاسلامي ونحلله، وده من حقنا. اوكي، لو عندك سؤال اتفضل، لو عندك تعليق اتفضل، انت عندك مخ، فكر في اللي احنا بنقوله، يجوز ولا لا يجوز، ينفعك روحيا ولا لا ينفعك روحيا، تعليقك. ينفع ويجوز، لكن اختي قبل ما تتحلوا، انتم عندكم في الكاثوليكيه 73 كتاب وفي البروتستانتيه 66 كتاب، انتم عندكم مشكله في الكتب نتاعكم، يعني ما تعرفوش قداش عندكم الكتب، يعني 73 والا 66 كتاب. يا اخونا، انت بتقول حاجه مش حقيقيه، بس اتفضل اخر نقطه. وان في المسيحيه عندكم يرمية 8، يرمية 8 فقره 8 شو يقول فيها؟ يا اخ محمد رد على اللي احنا بنقدمه لك الاول. اوكي، واذا كان انت عندك عالم تحب انك تدعيه لاحد برامجنا، يا مرحب بيك، هات لنا انت العالم لو عرفت تجيب حد ندعوه للمناقشه. ربي يباركك، وارجو انه المره الجايه لما تتصل بينا ترد على اللي احنا بنقدمه، مش تجيب لنا حاجات خارج الموضوع. ربنا يباركك وبنشكرك. طيب مارينا اتفضلي. يعني انا ما عنديش تعليق، انا بقول بدعو كل المسلمين اللي بيسمعونا يجيبوا الشيخ، وبدل ما يتصل هو لوحده يخلي الشيخ يكلمنا، يعني لو هو يثق في الشيخ. وغير كده كمان، هو يعني هو الشيخ، يعني هم يعني هل انا لما يا مسلم لما تقابل ربنا هتقول له استنى بس لما اجيب لك عالم؟ يعني احنا بنعرض عليك الكتب عشان تراجع ورانا وتتاكد من المعلومه وتناقشنا فيها. هل سرقه الاقارب من بعض لا يوجد قطع، ليه الاسلام بيقول كده؟ نعم، ليه الاسلام في الاول قال يقطع السارق؟ ولو محمد، لو فاطمه بنت محمد سرقت اقطع ايدها؟ طب ما هو لو فاطمة بنت محمد سرقت كان هيقطع ايدها، وبعدين رجع في كلامه وقال ما يقطعش، نسخت البارحة. هو عنوان كبير بس ندخل جواه ما نلاقيش حاجة. بالظبط. أنا بشكرك على الكلمة دي يا مارينا، الإسلام مليء بالعناوين المضللة، لأن ما تحتها ياخدك ل يعني شارع تاني خالص، حارة تانية خالص. اتفضلي يا فرحة. اتفضل على ايه؟ يعني لو تحبي تعلقي يعني. لا انا عايزه اقول هو جاي بيقول ايه؟
يعني ده اللي قعدت اضحك عشانه، متصل علشان يقول ليه ما بتجيبيش شيوخ، وفي نفس الوقت بيعطل نفسه الحق انه يقول لك 408. اي فيعني ايه الازدواجيه دي؟ طيب ما زي ما بتقول ما اعطيت لنفسك الحق تقول 408، قول سيبنا احنا نتكلم على كتابنا، ها ايوه بالتفسير بتاعنا، او روح برضو دور في التفاسير. زي ما احنا ما جبناش ولا حاجه من عندنا يا اخي محمد، سؤالي لو مراتك سرقتك او بنتك سرقتك او ابنك سرقك واتطبقت الحدود، تقطع ايديهم ولا ما تقطعش؟ ده سؤال، سؤال مهم، سؤال مهم بالظبط. اوكي هاخد اخر مكالمه، الاخ حسن من لندن. اهلا بيك اخ حسن، تعليق سريع جدا اتفضل. مساء الخير، انا معجب جدا ببرامجكم، مخصوصا ببرنامج الدليل وبرنامج المرأة المسلمة، و بشكر الاخت فرحه واخت مارينا واخت اماني على الحاجات الحلوه اللي بتقدموا لنا. الحقيقه انا ما عنديش اي تعليق على الاشياء اللي انت بتقولوا لي، كله صحيح. نعم بس يا ريت تجاوبوني على ثلاث اسئله بسرعه. السؤال الاول، هل في المسيحيه انتم تاكلون لحم الخنزير ولا لا؟ السؤال الثاني، هل في المسيحيه استخدام اليد اليسرى شيء مكروه ولا لا؟ واذا مكروه فلماذا؟ Okay. والشيء الثالث، في حديث لمحمد بيقول واحد جاي لمحمد ويقول له ان امراتي لا ترد يد لامس، فمحمد بيرد عليه ويقول له استمتع بها. يا ريت لو طيب احنا اجبنا على استمتع بها. اوكي احنا اجبنا على الكلام ده قبل كده، لكن قعدك ان احنا هنرد عليه في الحلقه اللي جايه علشان نقدر نرد عليك باستفاضه. اخ حسن انت عابر؟ انا من خلفيه اسلاميه بس ما عنديش اي ايمان باي دين سماوي. طيب اوكي طب حسن، ممكن ارد عليه بس بسرعه في الجزئيه الاولانيه اماني؟ سريعا، احنا قدامنا حوالي دقيقتين يا فرحه اتفضلي. ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان ده على اكل الخنزير، بل من يخرج من الفم يعني الشتيمه والكلام ده. لكن لا الايد اليمين حرام ولا الايد الشمال حرام، لان الايد الشمال الاشول يعني دي حاجه مرضيه في المخ او حاجه في المخ هي اللي بتخلي الواحد يبقى اشول يعني. بس اوكي طيب انا بشكرك، انا حابه برضو ان احنا نرد عليك باستفاضه المره الجايه، بس اخ حسن خلينا نصلي من اجلك دلوقتي لانه الله النهارده. نعم اتفضل. انا والحقيقه ما فهمتش يعني استخدام اليد اليسرى مكروه ولا لا؟ لا مش مكروه. لا مش مكروه يا اخ حسن، لا لا، لانه ما فيش فكره ان الشيطان بياكل بايده ولا ما بياكلش بايده. الشيطان ما بياكلش، والشيطان ما بياكلش مع الناس، ده فكر كاذب كله. والايد الشمال زي الايد اليمين، المهم القلب والبركه. اخ حسن انا بصلي ان الله يفتح عينيك على معرفته وحبه والايمان اللي ممكن يغير حياتك، والفكر يا رب الشرير اللي ممكن يمنعه انه يعرف حبك ليه. رب يباركك، وارجو انك تتصل في الحلقه اللي جايه هنتكلم معاك باستفاضه. فرحه ومارينا انا بشكركم على الحلقه النهارده، احنا دلوقتي خلاص فاضل أقل من دقيقة، لكن النهاردة الرسالة اللي حبينا نقدمها لكم إنه الكنيسة هي جسد الرب، والكنيسة هي النهاردة اللي بتقدم بكل المحبة الشفاء للأوضاع اللي انتوا شايفينها على الأرض النهاردة، من ألم ومن قتل ومن كذب. الله عايز قلوبنا تتجه ليه في وقت الضيق. احنا بنصلي من اجلكم، وتابعوا معنا الحلقه الجايه من برنامج المراه المسلمه، نستكمل معاكم حد السرقه، والى اللقاء.